أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يقول إن نحو 4 ملايين طفل سوري تركوا منازلهم بسبب ما أسماه الحرب في سوريا. مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في حافلة بالقرب من دوار كاوا في مدينة عفرين شمال حلب. قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام بانفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة عسكرية في منطقة المتحلق الجنوبي بمحيط العاصمة دمشق. الطيران الحربي الروسي يستهدف بصواريخ شديدة الانفجار قريتي بكسريا وخان السبل وبلدة الجانودية في ريف إدلب الجنوبي والغربي. القصف الجوي الروسي يودي بحياة امرأة ورجل في قرية بكسريا بريف جسر الشغور غربي إدلب. وزارة الدفاع التركية تؤكد مواصلة أنقرة نشاطاتها بنجاح بتنفيذ التفاهمات مع روسيا وإيران في منطقة خفض التصعيد رغم الاستفزازات.